المنبر وهالمجلس اللي يجمعني، شنو الصفه بيا معني للخير والاصلاح، يا للسمعه للمعرفه والعلم، يا للدمعه شنو الصفه بيا معني هل من هلا بك للمعرفة والعلم يا للدمع شنو بس هالمرة راح يدركم مستحيل. احنا خال نسأل بعضنا ما بعض واحنا نجاوب، احنا اهل يكون نعرض صورة طيبة للأجانب بذمة التاريخ، هذا المجلس بذمة الكاتب بذمة الشاعر بذمة من يفكر بالعواقب، كل واحد اللي يملك عقل ينسئل عنه وينسئل لا خلل يشعر بالفعل، لازم لنفسه يحاسب ونتجنب اللي بضرر ونتركه وناخذ اللي ينفعنا، ونتجنب اللي بضرر ونتركه ناخذ اللي بينفعنا. شد قول هذا البحث مصدر علمي، يولا حكي لساني وتجعل وهمي شنو الصفه بيا معني هالمنبر وهالمجلس الى شيخ عبد الحسين ابو شبح. احنا خال نسأل بعضنا ما بعض واحنا نجاوب، احنا اهل يكون نعرض صورة طيبة للأجانب بذمة التاريخ، هذا المجلس بذمة الكاتب بذمة الشاعر بذمة من يفكر بالعواقب،
كل واحد اللي يملك عقل يسأل عليه وينسئل لو خلل يشعر بالفعل لازم النفس يحاسب ونتجنب اللي بضرر ونتركه ناخذ اللي ينفعنا ونتجنب اللي بضرر ونتركه ناخذ اللي ينفعنا شد قول هذا البحث مصدر علمي يو حكي لسان يو لا حكي لسان وتجي على وهمي شنو الصفة بيا معنى هالمنبر وهالمجلس هلا 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 بيك من يجي يسألنا واحد عنا ونبين صفاته نقول مجلس للشهيد الضحى للأمة حياته يكون من بعد الجواب أعمالنا تليق ويا ذاته يكون ما نحرف أهدافه يكون نحكي بمكرماته شنهو ليلق لهالاسم أعمال تصدر عن علم مو عن جهالة وعن وهيم بغير نظرة والتفاتة ونضيع الجوهر بأعظم ثورة نضيعها وتضيعنا ونضيع التضحية بأعظم ثورة نضيعها وتضيعنا ونصور الصورة خلاف الواقع وما نلتفت للجوهر اللي ضايع شنو الصفة بيا معنى هالمنبر خبر والمصدر الصادق واحنا للواد من ذكريه يقعد بعتبة المجلس كانت اصحابه نظريه يقول جدي لنبي الهادي
وحيدر وجدتي الزهرية بمجلس احسيان الشهيد الضحى للإسلام نحرية. احنا شسبب صرنا بعكس هذا الخبر بما نحيس؟ هالخبر من يصبح دريس ان يصبح خير عذري؟ خل نحترم مجلس وعي نعتبره نرفع بوعي ويرفعنا. خل نحترم مجلس وعي نعتبره نرفع بوعي ويرفعنا. نحترم حتى تحترمنا الواديم ونروي خبرنا لعد جيل القادم. شن وصف بيا معنى هالمنبر هلا بي نفكر بهالاجتماع علي من ولمن نفكر نصرف عليه المبالغ عالسهر والتعب نصبير يكون بها الغاية أثمن والوسيلة اللي تبرير. إن كان بس لغوة لسان ونطلع ولا عمل يثمر خسرنا تعبنا والسهر ومجلسنا هم يصبح بطر وحسين جبنا للضرار ونجي نخرب ما نغمر. حسين الزراع خير المقاصد انه احنا الى شزرعنا. حسين الزراع خير المقاصد انه احنا الى شزرعنا. حتى الحصاد اللي حصدنا منه بذرنا بي وش راح نخبر عنه؟ شن وصف بيا معنى هلا لا رواية لا رواية امشي انا بيها نقول من عدوم المصدر ولا نصيحة اللي سمعنا
من نصايحنا جحدار ولا سمعنا حسين ليش مضحي اشرف وجل منحر ولا عرفنا شلون نعقيد مجلس وننصب المنبر انذب على الغير اللائمة ونفوسنا المتوهمة والهدف لو نتفهمه شعرفنا الواجب اكثر شفنا العواقب بالدهر وقرينا من الرواة تسمعنا شفنا العواقب بالدار وقرينا من الرواة تسمعنا ما ضحى لي حسين بحياته ودمه إلا لجيل غاية حياة الأمة شنو الصفة بيا معنى خلي حالة ترى أول يوم بالنسبة إلى محرم للرادود كلش صعبة هاي متعرفوها ترك سنة 12 شهر تركي بس هذي فيصير عندنا شوية تعب وإجهاد سمحونا لازم حالة الأمة بذاك العهد أخطار وشد حالي بسبب ذاك الانحراف الصار بدروب الولالة والبداع كثرت وكل من اجاب اقوال بخياله وانطلت هاي الاقوال عليها من على اهل الجهاله ذيك الاقوال اللي دبت لعقولها وترسبت وتشاحنت وتضاربت وضاعت اهداف الرسالة واصبح اخو يطعن اخو ما يدري بصدره ترد الطعنة واصبح اخو يطعن اخو ما يدري بصدره ترد الطعنة هتشي عمل بالتالي شوف اش انتج خلى العقيل يتعصب ويترجرج شنو الصفة بيا معنى ذكرتنا ذكرتنا هالحوادث حاد
قدسة صارت مثلها ذكرتنا هالحوادث حادثة صارت مثلها هاي لبنان اش عدمها وسفك دمها غير اهلها نسيت اشرس عدم جهز قوته ومتربص لها والذي يدعي يحامي والذي يدعي حامي حدودها مشارك فعلها واحنا اشتحملنا ضرر امان من اعماي النهر وعلينا مدفوع بخطر والجواسيس لرسلها والقنبلة اللي بالمطار انفجرت وبعل رماي خدعنا والقنبلة اللي بالمطار انفجرت وبعل رماي خدعنا يخرب قطير ساعد بيوم المحنة هو حمل جولان يولا احنا شنو الصفة بيا معنى لوين هالأمة لومني الأول الأمة واعي الهاي العناصر كان ما صارت بهاي الحالة وبهاي المجازر حسين من ضحى بحياته راد يدفع هالمخاطر وراد من بعد المجالس تمطراية من المنابر خل نعرف المنبر إله بحسين والأمة صله ويكون احنا نمثله بصديق وبطيب الضمائر ما نخلي بس العاطفة تسيطر هي الذي تدفعنا ما نخلي بس العاطفة تسيطر هي الذي تدفعنا خل نعرف حسين بعقل متنور وشلون اثمر احنا مخلن ثمير شنو الصفة بيا معنى المنبر وهل المنبر يصور حسين يخبرك بنفسه الابيه يصيح للضربين وجهيج يا اختي يا زينب علي
يا اختي ندبين بوقار ولا عد يشتمت بي بوقت اللي ذي بقلب الساهم بوقت اللي ذي بقلب الساهم بوقت اللي ذي صدر هشام بوقت اللي ذي زيان بتجي طحان الحرم خال نجي نصور هذاك الموقف ونفهم المعنى الى اموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة.